الو، طب اعمل ايه؟ مش لاقي شبكه كده. تمام، سمعني. بقول لك كلمت ماما خلاص وعرفتها كل حاجه، دي حتى عايزه تكلمك. بتتكلم بجد يا حبيبي؟ الله، وعلى كده اقتنعت؟ لا بصراحه خالص. ايه لا بس ما تقلقيش، انا متاكد ان هي اول ما تكلمك هتحبك وهتغير رايها خالص. يعني هي رفضت؟ لا لا، وافقت؟ لا برضو. امال قالت ايه؟ ابدا، كلام من نوعيه انتوا لسه صغيرين وركزوا في مستقبلكم، الكلام القديم ده. انت كده طمنتني يعني؟ يا بنتي بقولك اطمني، انت معاكي راجل. اهبل. ايه؟ لا مفيش حاجه، دي الحاج جوه، مفيش حاجه. المهم خليكي معايا. كنا بنقول ايه؟ حبيبتي انا من ساعه ما عرفتك وانا حياتي كلها مقلوبه. مالك؟ لا ما تركزيش، مفيش حاجه. دي ماما بتتعلم صيني، جايه تتحدث اللغه الصينيه. المهم بس خليكي معايا. كنا بنقول ايه؟ حبيبتي انا من ساعه ما عرفتك وانا حياتي زباله. ايه ده يا حبيبي؟ لمين الكلام ده؟ لا لا يا حبيبتي، مش علينا اصلا، دي بتصلح الغساله جوه ومتعصبه شويه. ما تركزيش انت بس، خليكي معايا. كنا بنقول ايه؟ حبيبتي انت عارفه انا بقيت انام واحلم باليوم اللي نتجمع فيه مع بعض ونعيش انا وانت في الزريبه. انت فاتح المايك وقاصد تعزقني وقرف ده، مش عايز اعرفك تاني ولا اشوف وشك. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده يا ماما؟ حد يقول كده؟ واقول اكتر من كده؟ انتوا مجننتوني، انتوا لازم تعيشوا في الزريبه. ايه؟ مش شايف الزريبه اللي حواليكم؟ هو انت عماله تزعقي على النظافه مش على امال على ايه يا كلب البحر انت واخواتك؟ ده انا كنت بكلم صاحبتي اللي كلمتك عنها وسمعتك وزعلت، كسرت خاطرها. لا وبقى لها خاطر كمان، تيجي تشوف الهبله اللي عايزه تتجوزك ولا تخطبك دي، تيجي تشوف البيه المعفن اللي عايش في زريبه. ايه ده في ايه؟ ومين المحروسه اللي هتتجوز العيل ده؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انا هحكي لك يا حاج. انتوا حاطين ده 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 دي 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 المحروسه يا حاج، المحروسه اللي على الكورنيش اللي بعد ام حسن كده. فرحها على شيخ البلد ولا كنتاكي بقى. بص يا حاج، انا ما بحبش اتكلم على حد في غيابه، مش اصول يعني.